قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذه من الحروف المتقطعة، ونرجح أنها أشبه بالحروف التي يتعلق بها فواتح الكلم، مثل قول الرجل: ألا والله، بلا والله، فهذه من جنسها على ما يظهر لنا من أقوال أهل العلم رحمهم الله أحياء وأمواتا. ثم قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لفظ الجلالة الله علم على الرب تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهذا العلم لم يقل لغير الله جل وعلا. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وقد ورد هذا الاسم المبارك العظيم المتتابع في مواطن ثلاثة في القرآن. ورد في سورة في آية الكرسي، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وورد ها هنا في فواتح سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وورد في سورة طه، قال الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والمراد بمعنى الحي القيوم حياة الله عز وجل، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. وقيوم أي أنه جل وعلا كل أحد غيره احتاج إليه، كل أحد غيره جل وعلا احتاج إلى الله، فهو قيوم السماوات والأرض وقائم على كل نفس بما كسبت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.